إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية واستمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وأيضا نتابع تطورات المشهد أيضا في الضفة الغربية، طبعا في ظل حديث عن صفقة لتبادل المحتجزين. ينضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام عدنان الصباح، وعبر الهاتف من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش. مرحبا بكما، أبدأ معكم أستاذ عدنان. الحرب الإسرائيلية تستمر لليوم 21 بعد 100، ولكن ما الرسائل التي يريدها الاحتلال من استهداف المدنيين، طبعا مع اقتراب مهلة قرار الجنائية الدولية لوقف الانتهاكات وهي تشارف على الانتهاء؟ مساء الخير لك ولضيفك وللجمهور الكريم. حياك الله. الرسائل التي يريدها الاحتلال كانت في البداية يوم 8 من أكتوبر، بعد يوم 7 من أكتوبر العظيم الذي لا زال يتكرر حتى هذه اللحظة والحمد لله، كانت الرسالة أنه يريد استعادة أسرى، يريد القضاء على حماس وقوتها العسكرية، ويريد إلغاء وجودها السياسي. حين فقد الأمل بالأهداف الثلاثة، إذا جاز القول أنها أهداف ثلاثة، كان الهدف هو إبادة هذا الشعب، التخلص من هذا الشعب. وحين رأى هذا الصمت المذهل من العالم، أستاذ عدنان، في بداية بعد 7 من أكتوبر الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، يعني جيش الاحتلال قال بأنه يريد إفراغ غزة من حركة حماس، ولكن الأيام التي تلت ذلك وحتى اليوم أثبت بالدليل الواقع أنه يريد الخلاص من سكان قطاع غزة بالكامل وليس فقط من حركة حماس. لأنه غير ما قلته، هو يريد غزة بدون حماس كما يقول. نعم. وإذا لم يستطع، وهو لن يستطيع، لأن حماس والناس واحد، يعني حماس وغزة، حماس الجهاد وباقي الفصائل هم غزة. نعم. فإذا كنت لا تريد حماس في غزة فأنت لا تريد ناس في غزة باختصار شديد، وهو ما يسعى إليه، ويسعى للتخلص من الناس. قد يكون في البدايات كان هذا يعني أمرا مستهجنا، ولكن هذا الاحتلال والراعي الرسمي لهذا الاحتلال، المحتل الحقيقي، القاتل الحقيقي، المجرم الحقيقي، المخطط، صاحب الأمر، صاحب القرار، المنفذ، الذي يقتل بيديه اليوم، يقتل ويقتل ويطلق النار في اليمن، ويطلق النار في العراق، ويطلق النار في سوريا، وهو أيضا يشد اليد على إطلاق النار على الجنوب اللبناني البطل. هذا العدو، وأنا أقصد العدو الأمريكي، يعني العدو الحقيقي هناك، والذين يعيشون الوهم أن بإمكان بلينكين هذا الذي يأتي، والآن ينتظرونه ليأتي غدا، ماذا سيقدم؟ بلينكين سيأتي بأمر جديد لقتل جديد. بلينكين لا يملك إلا يهوديته، وهو صرح بذلك علانية. نعم. وبايدن لا يملك إلا صهيونيته. نعم. والمصيبة أن الصهيونية هذه ليست في البيت الأبيض وحده. من الذي يأمن العقاب يسيء الأدب؟ هذا بيت، هذا مثل، والأمثال الشعبية لا تكذب. وهذا المحتل يرى طوال 120 يوما، أجمل هدية منحها هذا المحتل للولايات المتحدة الأمريكية، تدري أنه أثبت له بالمطلق أن لا أمل بهذه الأمة إلا من رحم ربي. طيب. ومن رحم ربي مبينين، مشان طيب ما حدش يقول مين ما رحم ربي. نعم. رحم ربي في اليمن، رحم ربي في جنوب لبنان، رحم ربي بسوريا، رحم ربي بالعراق. طيب أستاذ ماهر، أجدد الترحيب بكم. يعني كما تعرفون قوات الاحتلال أو حكومة الاحتلال تتحدث عن منطقة عازلة في الشمال، ولكن إلى أي مدى ترى واقع هذا الحديث على الأرض في ظل استمرار الاشتباكات خاصة في وسط وشمال قطاع غزة؟ حياك الله. حياك الله سيدي الكريم. مرحبا. يعني الحقيقة الحديث عن منطقة عازلة في منطقة الشمال هو مرتبط طبعا بالأهداف الأولى الموضوعة لهذا العدوان. نعم، هناك ثلاثة أهداف وضع هذا الاحتلال بشكل معلن، هي القضاء على المقاومة، ليس فقط على حماس فقط وإنما على المقاومة ككل،
وايضا الهدف الثاني كان هو استعاده الاسرى كما يحب ان يسميهم هو المختطفين او المحتجزين، والهدف الثالث هو كان قضيه التهجير. الان اذا نظرنا خلال اربعه اشهر هو عمليا لم يحقق اي هدف من هذه الاهداف، وبالتالي هو يحاول ان يغير هذه الاهداف ويعدل فيها بحيث انه يعود الى مجتمعه وكانه قد حقق شيئا ما لهذا المجتمع بعد ما حصل في 7 من اكتوبر. الذي حصل في 7 من اكتوبر اتفق عليه بانه عمليا هو لم يكن عباره عن خطر تهديدي للامن، الذي حصل هو عباره عن قراءه الاحتلال على انه تهديد بالوجود، وبالتالي شاهدنا ان من صنع هذا الاحتلال ومن يعني زرع هذا الاحتلال قام بشكل داعم له وبشكل سريع بانه حاول ان يوقف هذا الاحتلال وان يقدم له اعلى يعني اعلى قيمه واعلى قدر من المساعدات. اليوم احنا نتكلم عن حوالي 230 طائره شحن محمله بالاسلحه والذخائر وصلت الى هذا الاحتلال من الامريكي ومن الغرب ككل وليس فقط من الامريكي، وبالتالي يعني القراءه الصحيحه مرتبطه بطبيعه هذا الاحتلال وما يشكله للغرب والولايات المتحده الامريكيه بشكل اساسي، وبالتالي شعرنا بانه يعني بان كل هذه الكتله الغربيه وكانت الولايات المتحده الامريكيه قد سارعت في لجنه هذا الاحتلال لانها تعتبره عباره عن سكره متقدمه لها. الان كل ما يتعلق في الحديث عن قضيه يعني المنطقه العازله مرتبطه اولا بتغيير الاهداف التي لم يستطع ان يحققها، ثانيا هو يريد ان يرسل رساله لمجتمعه وتحديدا لسكان غلاف غزه بان هذا الخطر الذي يعني رأوه بأم عينهم في 7 من أكتوبر أن هذا الخطر قد زال وبالتالي أنتم تستطيعون العودة. هو تحدث بشكل واضح وصريح ودعا بعض قادة الاحتلال إلى عودة هؤلاء السكان في شهر فبراير، كان الخطة أن يعودوا في الشهر الحالي الذي نحن فيه إلى منطقة غلاف غزة، لكن الميدان بشكل واضح وصريح والوقائع على أرض الواقع تقول بشكل واضح وصريح أن هذا غير ممكن، وبالتالي ذهب باتجاه أن يقوم بمنطقة عازلة تساوي حوالي 60 كيلومتر. هذه المنطقة العازلة في الشمال هو يريد أن يقدمها كنوع من يعني كنوع من رسائل الطمأنة لمجتمعه الإسرائيلي وك نقطة النصر أو الإنجاز التي لم يستطع أن يحققها خلال 4 شهور. نعم أستاذ عدنان، هناك تحذيرات أممية من تحرك عسكري محتمل للاحتلال باتجاه رفح، ولكن هل باتت أهداف حكومة الاحتلال حكومة الحرب واضحة في موضوع تهجير الفلسطينيين، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تصريحات بن غفير هذا اليوم؟ يا صديقي أعيدك إلى عام 1950. نعم، عام 1948 بأن النكبة كان مساحة قطاع غزة 565 كيلومتر مربع. طيب بين 48 و50 الاحتلال بات يقدم الاحتجاجات والاحتجاجات لبريطانيا وللإخوة في مصر للملك أنه هذول الفلسطينيين يعني طالعين نازلين على برا على داخل الأراضي المحتلة 48 وعم بيرجعوا وعم بيقعدوا ببيوتهم وعم بيسرقوا وعم بيضربوا وعم بيقتلوا ومقاومة وفيلم بدنا منطقة عازلة. والعرب كريمين أعطوهم 200 كيلومتر بالأول عملوا لهم اتفاقية اسمها اتفاقية التعايش، بعدين اتفاقية العوجة سنة 1950 واللواء والجنرال محمود رياض الله يرحمه سلمهم 200 كيلومتر منطقة عازلة. اليوم بدهم كمان 2 كيلومتر منطقة عازلة. كل عمق قطاع غزة من 6 إلى 12. أنت شو بدك تخلي من قطاع غزة؟ ألا منفكر بدهم يهجروا قطاع غزة؟ بس بدهم يهجروا قطاع غزة. نعم. ما بدهمش فلسطيني واحد على أرض فلسطين. هم بيهجروا لا أكل، لا شرب، لا دواء، لا ضوء، لا ماء، لا 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 غطاء، لا سقف. وفي الضفة الغربية يفعلون ألعن ولكن بهدوء شوي تدريجي خطوة خطوة. هؤلاء يمارسون جريمة متواصلة، وسبب هذه الجريمة مش لأنهم بس بدهم يخلصوا. نعم. سبب الجريمة الحقيقي أن لا أحد يرفع صوته في وجه هذا المحتل، لا أحد يرفع صوته في وجه هذا القاتل، لا أحد يرفع له يده. هذا لا يجوز. نعم. لذلك القاتل دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، القاتل ليس هذا دولة الاحتلال، لا هذا مش قاتل، القاتل الحقيقي. سأتوقف معكم أستاذ عدنان عن صفقة وقف إطلاق النار، ولكن دعني أذهب إلى الأستاذ ماهر. أستاذ ماهر، الحديث عن عملية عسكرية في رفح يدفعنا إلى الحديث عن محور فيلادلفيا، هل تعتقد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قادر على تنفيذ رغبته ضاربا بالاتفاقية الأمنية مع القاهرة عرض الحائط؟ تعتقد ذلك أستاذ ماهر؟
يعني انا اعتقد حقيقه بان نتنياهو ليس فقط لا يأبه ب يعني بكل علاقاته مع مصر، هو اصلا لا يأبه بكل القاده العرب، هو قالها بشكل واضح وصريح بعد اجتماع القمه العربيه والاسلاميه، وهذا تصريح على العلن وليس في السر، قال لهم اصمتوا. يعني نحن نقولها بالعربيه اخلص، هو قال لكل القاده العرب للعرب والمسلمين، قال لهم بشكل واضح وصريح اصمتوا او اخلصوا، وبالتالي هو لا يأبه لاي احد بهم نهائيا ولا يقيم لهم اي وزن ولا بأي شكل من الأشكال، وبالتالي أنا أعتقد أنه نعم هو قادر على أن يقوم بأي تهديد سواء متعلق بمصر أو غير مصر. أما فيما يتعلق بقضية التوسعة باتجاه الجنوب وباتجاه رفح، هو يحاول عبر هذه الطريقة أن يضغط أكثر على الحاضنة الشعبية، لأنه عمليا الآن الذين يقيمون في 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 منطقة رفح أو في مدينة رفح التي تشكل حوالي 55 كيلومتر من كل قطاع غزة، الآن الذي يقيم فيها حوالي 80% من سكان قطاع غزة، وبالتالي هناك أصغر قطاع غزة قبل هذا العدوان هو أكثر منطقة مكتظة في هذا العالم، فما بالك الآن في المنطقة المتعلقة في مدينة رفح فقط التي يعيش فيها قرابة مليونين، الآن يعيش فيها قرابة مليونين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي كل التهديد فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا أو فيما يتعلق بالتوسعة باتجاه الجنوب وباتجاه مدينة رفح أو حتى بعض الضربات التي تلقتها مدينة رفح، عمليا هو لم يستثني مدينة رفح، هناك بعض الضربات وبعض يعني إطلاق النار وبعض التصويب على بعض البنى التحتية، وحتى اليوم على سيارة مدنية تم إصابتها من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي التلويح بورقة رفح أنا أعتقد مرتبط أيضا بالصفقة التي يتم الحديث عنها، لأنه هو يريد يضغط على المقاومة عبر الحاضنة الشعبية، هو لم يستطع أن ينجز شيء على مستوى المقاومة، لكن يحاول أن يضغط على مستوى الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة، ويحاول أن يضغط على المقاومة عبر حاضنتها الشعبية من خلال يعني التهديد أو التلويح بقضية اجتياح منطقة فيلادلفيا أو حتى إطلاق النار أو يعني اجتياح مدينة رفح بشكل كامل. لو تحدثنا عن الاتفاقيات الأمنية مع القاهرة أستاذ ماهر، هل تعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإمكانه إيقاف عمليات التهجير التي تجري في مختلف مناحي قطاع غزة؟ هل باستطاعته ذلك؟ هو عمليا إذا عدنا لتصريحاته في بداية العدوان، هو قال بشكل واضح وصريح أنه لا يريد التهجير، وحتى نكون واقعيين وصريحين وواضحين ومنصفين وموضوعيين، هو والملك الأردني أوقفوا عملية التهجير، لأنه إذا كان حدث التهجير في قطاع غزة ستكون المنطقة التالية هي الضفة الغربية، هو عمليا أوقف التهجير، لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه هو أيضا في المقلب الآخر بعد فترة من العدوان قال إذا أردتم أن تقضوا على المقاومة فعليكم أن تهجروهم إلى صحراء النقب وتقضوا على المقاومة، وإذا أردتم أن تعيدوهم أعيدوهم. وبالتالي هناك نوع من زعزعة الثقة مع شخص مثل شخص السيسي، وأصلا هناك نوع من عدم الثقة حقيقة، وبالتالي وأيضا هناك نوع أيضا من الضغوطات المتعلقة مرة في الترغيب ومرة في الترهيب، أحيانا يتم الضغط على السيسي عبر الترهيب بقضية التهجير، وأحيانا يتم يعني الضغط عليه عبر قضيه الترغيب، واليوم انت تعرف الواقع الاقتصادي والواقع التنموي في 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 مصر هو في الحضيض، الدولار وصل تجاوز الى 75 جنيه، صحيح. يعني تضاعف حوالي 10 مرات منذ بدايه حكم السيسي حتى الان، وبالتالي هناك ثمة نوع من الترغيب في حلحلة الوضع الاقتصادي عبر مقايضة لقضية التهجير، وهذه حقيقة النقطة أنا على المستوى الشخصي أتخوف منها، ربما يستجيب السيسي في لحظة من اللحظات إلى قضية إلى هذه القضايا الترغيبية في هذا المجال، ويحاول أن يعيش اقتصاد مصر أو يحاول أن يخرج من الأزمة الخالقة التنموية والاقتصادية في مصر عبر قضية مرتبطة في موضوع التهجير. أستاذ عدنان، في ظل هذا التحرك العسكري، ماذا عن يعني صفقة وقف إطلاق النار؟ ما النتيجة التي يريد نتنياهو التوصل إليها؟ وإذا كانت هناك ربما محادثات عن وقف شامل لإطلاق النار، من المستفيد الأكبر من هذه الصفقة؟ أولا الذي يريد نتنياهو يعلن، والذي يريد بايدن يعلن، ويريدون استعادة 136 أسير. نعم. هذا الهم، وهذا يشبه بصراحة كمن يقول لنا للمقاومة ولشعبنا في غزة ناولوني البندقية مشان أطخكم مشان أقتلكم. نعم. هذا يريد أن يأخذ 136 أسير ومشان يقتل الباقي كل الشعب الفلسطيني. واللي مش فاهمها يفهمها، المقاومة بيدها ورقة ضاغطة، ورقة حقيقية، هو بيقول أنا بضغط على المقاومة مشان يسلموني الأسرة، والمقاومة تضغط عليك مشان تعمل وقف للجريمة، وقف للمذبحة، وقف للمقتلة،
نعم 136، مع احترامي لحياة أي إنسان أيا كانت ديانته، وأسير مش أسير، 136 يساوي 2.4 مليون بنذبحوا، 136 المقاومة الفلسطينية بغزة بحموهم بأجسادهم يساوي 2.4 مليون بنذبحوا على يد بايدن ونتنياهو، 11 ألف أسير فلسطيني ما حد بيجيب سيرتهم، الأقصى بيهددوا بهدمه ما حد بيجيب سيرته، تهجير ووضع 1.5 مليون فلسطيني في بقعة صغيرة لا يعيش بها بشر، تدمير الحياة بالمطلق في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 50-60 ألف، هذا الرقم الذي يعلن، هذا رقم غير صحيح وغير واقعي وغير منطقي. جرح كل فلسطيني يعيش على أرض قطاع غزة الآن مجروح مصاب، والأولادنا لا يصابوا بالهلع ولا يصابوا بالذعر ولا يصابوا بالاكتئاب ولا يصابوا، ليه؟ أولادنا حديد، نحن أولادنا إنسانيين وبشر أكثر من أي كائن حي على وجه الأرض. نعم، وأيضا أستاذ عدنان، عطفا على ما تفضلت به، يعني هناك منظمات تتحدث عن 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وأيضا جريح، هذا صحيح ما تفضلت به؟ أنتقل للأستاذ ماهر. أستاذ ماهر، في ظل تصميم نتنياهو على المضي في خطته لعملية عسكرية في رفح، لو تحدثنا قليلا عن جانب المقاومة، هل يمكن إقناع المقاومة لقبول ورقة باريس في موضوع تبادل الأسرى والهدنة المخطط لها؟ هل بالإمكان ذلك في هذا الظرف الحالك أستاذ ماهر؟ أنا أعتقد في نهاية الميدان هو الذي يحدد وهو الذي يفرض كل هذه القضايا. أنا في تقديري حتى الآن لم تنضج الظروف لصفقة على بناء على نتائج الميدان، لأنه حتى الآن 4 شهور الأهداف التي أعلنها قادة الاحتلال وهذه الحكومة لم يحققها، ونحن سردناها في بداية هذه الحلقة، هذه الأهداف لم يحقق منها شيء، لا تم القضاء على المقاومة بشكل نهائي، ولا تم استعادة الأسرى، ولا حصلت عملية التهجير، على الأقل هذه الأهداف المعلنة الثلاثة، وبالتالي لم يحقق هذا الاحتلال صورة النصر، وبالتالي ليس هو مهيأ عمليا لصفقة يعني تعيد له هذا الغرور، وأيضا تعيد ثقة المجتمع الإسرائيلي به، لأنه ما قبل 7 أكتوبر كان هناك ثمة حديث عن حجم قوة ردع كبيرة لدى هذا الاحتلال، هذه تم تحطيمها وتم دوسها تماما في 7 أكتوبر. الآن هذا من قبل الاحتلال، اما من طرف المقاومه فانا اعتقد ان المقاومه مضطره لان يكون لديها حصاد سياسي، لان اولا هي على ارض الواقع عسكريا وميدانيا اثبتت صمود، وهذا الصمود لم يتوقعه لا الاحتلال ولا حتى الانظمه العربيه ولا الامريكي ولا الغرب كله، وبالتالي يجب ان يكون هناك حصاد وقطاف وثمار سياسيه لهذا الصمود، وايضا يجب ان يكون هناك تخمير لقضيه الضحايا التي تكلمتم عنها الان. نحن هناك تضحيات جسيمه غير مسبوقه على المستوى الفلسطيني، عندما تتكلم عن 100 ألف بين شهيد وجريح ومعتقل، وتتكلم عن اكثر من يعني 70% من البنى التحتيه قد تم تدميرها، ونتكلم عن كل هذه الوقائع التي تصفها كل مؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسات الامميه في هذا الجانب، هذه تضحيات جسيمه وكبيره، اعتقد انه في العقل السياسي لدى المقاومه لا تستطيع المقاومه ان تتنكم لمثل هذه التضحيات، بل هي حريصه على ان تستثمر في هذه التضحيات وان توظف هذه التضحيات وان يكون لديها خطاب وحصاد سياسي. انا في تقديري ليس اقل من رفع الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزه، هذه نقطه، ونقطه ثانيه ضمانات واضحه فيما يتعلق باعاده الاعمار، ضمانات متعلقه في المسجد الاقصى وعدم الاعتداد على المسجد الاقصى، وايضا تبييض السجون فيما يتعلق بالاسرى، هذه 4 نقاط ممكن بعدها يتم الحديث عن فتح مسار سياسي شامل. ما دون ذلك انا اعتقد ان المقاومه لا تستطيع ان تخفض سقفها اكثر من ذلك، ونفس الشيء بالنسبه للاحتلال، الظرف الميداني لا يساعده على ان يذهب باتجاه انجاز صفقه، يبقى الراعي الرسمي لكل هذه العمليه هو يعني عمليه الامريكي فقط. انا سريعا استطيع ان اقول لك قارن بين زياره بلينكن الاولى التي كان يطالب او يحاول ان يفرض على القاده العرب قضيه التهجير، واليوم اعتقد ان في زيارته سيكون ذاهب فقط باتجاه ان يبرم صفقه حتى يستطيع ان يكون جاهزا للانتخابات القادمه في الولايات المتحده الامريكيه، اذا هناك انخفاض جدا في سقف المطالب الامريكيه من فرض التهجير الى محاوله ان يبرر صفقه على مستوى تبادل الاسرى. عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام عدنان الصباح، وكان معنا عبر الهاتف من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاوو، شكرا جزيلا لكما.